هتطبق كي سي ال عند اي واحده فيهم. هتطبق كي سي ال عند ايه؟ اي واحده فيهم. طب النوع الثاني من الدزرنج اللي هو عباره عن الفلويد ستيبنج بيرج. الفلويد ستيبنج بيرج ده عباره عن ايه؟ قال لك ان انا دلوقتي هاخد السري شولد عندي بكام؟ ب 128. السري شولد عندي بكام هنا في الفلويد ستيبنج بيرج؟ ب 128. قال لك اي بيكسل اكبر من 128 او بتساويها هشيلها واحطها ب 255. طب اي قيمه اقل من 128 هشيلها واحط كام؟ احط زيرو. تمام. بعد كده بحسب حاجه اسمها الايرور. الايرور عباره عن ايه؟ البيكسل اولد ناقص البيكسل نيو. طب ايه معنى الكلام ده؟ مش فاهمين برضو الكلام ده. ناخد مثال. اول حاجه انت هيكون مديك بيكسل او صوره من المنظر ده كده. نفترض ان انت شغال على البيكسل دي كده، البيكسل اللي هي المربع ده. البيكسل ده بيكون له جران. له جران. ايه هي الجران؟ اللي هي البيكسل اللي جنبه على طول دي لازقه فيه، والبكسل اللي عامله قطر معاه دي، والبكسل اللي هي تحته على طول، والبكسل اللي عامله قطر معاه من الناحيه دي. تمام. سيبك من الاسماء الفا وسيتا وجاما والكلام ده كله، سيبك منها. انا كل اللي يهمني ايه؟ النسب بتاعتها. انا النسب عندي ان انا دلوقتي الجار اللي هو على اليمين ده بياخد نسبه 7/16. تمام. هقول لك دلوقتي النسبه دي بتستخدمها في ايه، بس ركزوا معايا في النسب بس، يعني اعرف النسب دي لان النسب دي مش هيديها لك في الامتحان، انت المفروض انت تكون عارفها. النسبه اللي جنبه دي بتاخد 7/16. طب ودي بتاخد كام؟ 1/16. طب دي بتاخد نسبه كام؟ دي بتاخد 5/16. طب دي بتاخد نسبه كام؟ 3/16. طب هتقولي طب افتكرها ازاي في الامتحان النسب دي؟ النسب دي تفتكرها ازاي؟ هم كلهم مجموعهم 16. اول اتنين مجموعهم 8، والاتنين التانيين مجموعهم 8، يعني 7 و1 مجموعهم 8، 5 و3 مجموعهم 8. بس مين الكبير؟ السبعة واحد أكبر من الخمسة وتلاتة مثلا. تمام؟ كقيم يعني. سبعة واحد أكبر من كام؟ أكبر من خمسة وتلاتة. فهتبدأ إيه؟ سبعة واحد خمسة تلاتة. يبقى عشان تفتكر النسب كده هتقول إن هم كلهم مجموعهم 16، 8 و8، 8 و8 اللي هو عبارة عن إيه؟ سبعة واحد وخمسة وتلاتة. سبعة واحد خمسة تلاتة. تمام؟ دي النسب. يبقى أنت كده تبقى عارف النسب دي كده. طب النسب دي أنا بستخدمها في إيه؟ تعال نخش على مثال على طول كده. قال لك ببساطه هيكون مديك صوره بالمنظر ده كده، ويقول لك طبق لي عليها الفلويد ستيبنج بيرج ايرو. تمام. طب النسب دي هيكون مديلك في الامتحان؟ لا مش هيديلك في الامتحان، انت المفروض تكون عارفها. اول حاجه انت بتستخدم مثلا اول بيكسل انت شغال عليها اللي هي كام؟ اللي هي 20. دي البيكسل اللي انت شغال عليها. اول حاجه ال 20 دي اكبر من 128 ولا اصغر من 128؟ هتقول لي لا ال 20 اصغر من 128، فهشيل ال 20 واحط مكانها زيرو في البكسل في الصوره الجديده بس. تمام. بعد كده بعمل ايه؟ بوزع النسب دي على الجيران. مين الجيران عندي؟ الجيران اللي هو الجار ده والجار ده والجار اللي تحته. تمام. والجار ده لو في جار هنا بقى، بس هنا ما فيش جار. طب الجار ده بياخد نسبه كام؟ الجار ده بياخد نسبه قلنا 7/16. 7/16. طب الجار ده اللي هو 90 بياخد نسبة كام؟ بياخد نسبة 1/16. طب الجار اللي هو 150 تحته ده بياخد نسبة كام؟ 5/16. طيب في جار هنا؟ مفيش جار هنا. لو كان في جار هنا كان هياخد النسبة اللي هي كام؟ 3/16. طب النسب دي أنا بعمل بيها إيه؟ قال لك أول حاجة أحسب لي الإيرور. الايرور هو عباره عن قيمه البكسل القديمه ناقص قيمه البكسل الجديده. قيمه البكسل القديمه اللي انا شغال عليها اصلا، انا دلوقتي لسه شغال على البكسل اللي هي 20 اول بكسل خالص. قيمه البكسل القديمه اللي هي كام؟ 20 اللي هي القديمه. طب قيمتها الجديده كام؟ قيمتها الجديده تحت اللي هي كام؟ زيرو. هتقول له 20 ناقص زيرو يبقى 20 ناقص زيرو بكام؟ هتقول لي 20. فالايرور عندك بقى بكام؟ الايرور عندك بقى ب 20. طيب عايز احسب قيمه الجار الجديد ده، الجار الجديد هنا عشان احطه هنا، بحسبه ازاي؟ قال لك بتضرب 7/16 النسبه بتاعته اللي هي كام؟ 7/16، اضربها في 20. هتضرب لي 7/16 في 20 هيطلع لك كام؟
هيطلع لك حوالي 8 و9 من 10، 7 من 10، حاجة زي كده. هتقوم جامع الرقم ده على 150، يعني هتقول له كده قيمتها كام؟ 150. قيمتها 150، هتقوم ضايف عليها ايه؟ ضايف عليها قيمة الايرور. قيمة الايرور هي كام؟ قيمة الايرور 20 اللي انا مطلعها، في النسبة بتاعتها. النسبة بتاعتها بكام؟ ب 7 على 16. اللي هيطلع لك من الناتج ده مثلا هيطلع لك كام؟ لو انت لما تيجي تضرب كده وتضيفه على 150 هيطلع لك 158. هيطلع لك عبارة عن كام؟ 158 وشوية كده، او 9 من 10، 7 من 10، اللي هي كام؟ اللي هي 159. فده كده قيمة الجار الجديدة. طيب عايز تجيب قيمة ال 90 دي الجديدة، ده الجار. بتحسبها ازاي؟ نفس الفكرة برضو، هتقوم جايب 90، هتقول له 90 زائد قيمة الايرور بكام؟ قيمة الايرور ب 20. قيمة الايرور ب 20، هتقوم ضارب ال 20 في كام بقى؟ في النسبة بتاعة الجار اللي هو اسمه 90 ده. الجار ده بتاخد نسبة كام؟ بتاخد نسبة 1 على 16. بياخد نسبة 1 على 16، تمام. الناتج هيطلع لك كام؟ العملية الحسابية دي هيطلع لك كام؟ تقريبا 91. فتقوم شايل، هتقوم شايل ال 90 وتحط مكانها 91. طب بالنسبة لل 150 هتكرر نفس العملية برضه، هتقول له 150 زائد الايرور بكام؟ الايرور عندك ب 20، هتضربه في النسبة كام؟ النسبة بتاعت ال 150 دي كام؟ هتقول لي 5 على 16، هتقول لي 20 في 5 على 16. الناتج اللي هيطلع لك من هنا هيطلع لك 100، 155 وشوية كده، اللي هو تقريبا 156 يعني. فهتقوم شايل، 150 وحط هنا. طب باقي الأرقام بتنزل زي ما هي، تمام. أنا دلوقتي كنت شغال على 20 وجرانها، بس ال 20 وجرانها، ال 20 أصغر من 128، فحطيتها شلتها وحطيت صفر. أكبر من 128 هشيلها وأحط 255، وأحسب الإيرور، بعد كده أوزع النسب عندي على الجيران. فانا اشتغلت دلوقتي ما طلعش عندي غير البيكسل دي والجيران بتوعها بس. طب بالنسبه لبقيه الصوره اسيبها زي ما هي، اسيب بقيه الصوره زي ما هي، اللي هي ال 80 هتنزل، ال 120 هتنزل، ال 180 هتنزل، ال 84 هتنزل، 50، 176، وهكذا. بقيه الصوره دي هتنزل زي ما هي. طيب بعد كده الصوره دي بقى ما بقاش ليها لازمه خلاص، ما بقتش معايا. بمجرد ما انت طلعت اول صوره دي هتعمل ايه بقى؟ هتشتغل على الصوره الجديده اللي انت طلعتها. مين البكسل اللي عليها الدور؟ البكسل عليها الدور اللي هي 159. ال 159 دي هي عبارة عن ايه؟ هي اكبر من 128 ولا اصغر من 128؟ هتقول لي هي اكبر من 128. فاقوم عامل ايه؟ هشيلها واحط 255. هشيلها واحط بكام؟ 255. واقوم فين الجيران بتوعها؟ الجيران بتوعها اللي هو ده وده وده وده. بعمل ايه؟ توزع النسب عليهم. توزع النسبة اللي هو ده 7 على 16، ده 1 على 16، ده 5 على 16، ده كام؟ ده 3 على 16، وهكذا، تمام؟ طيب بعد كده بتعمل ايه؟ بتحسب الايرور الجديد. الايرور الجديد عبارة عن ايه؟ قيمة البكسل القديمة اللي هي كانت كام؟ 159 ناقص 255. ناقص كام؟ 255. هيطلع لك الايرور الجديد بكام؟ بسالب 96. الايرور الجديد بكام؟ بسالب 96. طيب عايز تحسب قيمة الجار الجديد اللي هو 80 ده، هتحسبه ازاي؟ هتقول له 80 80 زائد ايه؟ 80 زائد الايرور بكام؟ بسالب 96، سالب 96. هتضربه في النسبة بتاعتها. النسبة بتاعت ال 80 كام؟ النسبة بتاعت ال 80 قلنا بكام؟ ب 7 على 16. هتقوم ضارب في 7 على 16. طيب الرقم اللي هيطلع لك من هنا من المعادلة دي هتحطه هنا بقى، بدل ال 80 ده هتحط الرقم الجديد، فهيطلع لك كام؟ 38. وتقوم مطبق نفس الكلام على الجيران اللي هو 180، 91،
156، فهتلاقي الأرقام دي بس اللي اتغيرت، هتلاقي الأرقام دي بس اللي اتغيرت اللي هي دول. تمام. بعد كده نعمل ايه؟ الصورة دي خلاص ما بقاش ليها لازمة، هشتغل على الصورة دي. مين اللي عليه الدور؟ اللي عليه الدور انها تشتغل عليه اللي هي ال 38. ال 38 اكبر من 122 ولا اصغر من 22؟ اصغر من 122، فتشيلها وتحط زيرو لغاية ما توصل ان الصورة كلها عبارة عن 0 و255، 0 و255 بس. تمام. طب في الامتحان هيقول لك السؤال كده، في الامتحان لو جاب لك هيقول لك مثلا اشتغل على صف واحد بس كده واعمله. تمام. او يجيب لك صورة بدل صورة كبيرة كده يقول لك صورة 2 في 2 اللي هو صفين، اللي هو الصفين بس، صفين في عمودين مثلا، او صورة مثلا كده 4 في 2 زي كده، اللي هو او اشتغل على اول صفين بس. طيب بعد كده بقى النوع اللي قبل الاخير في الدازرنج اللي هو نوعه اسمه الاوردر دازرنج. الاوردر دازرنج ده ببساطة بيكون ايه؟ هيكون مديك صورة اللي هي الصورة زي دي كده، وهيكون مديك حاجة اسمها ماسك. اللي على اليمين ده اسمه ايه؟ ماسك. طيب انت ببساطة في الاوردر دازرنج ده اسهل نوع خالص فيهم. هو عبارة عن ايه؟ بتشوف الماسك هو مديهولك كام في كام. هو الماسك عندك هنا مديهولك اللي هو 1 2 3 4، 1 2 3 4 اللي هو مديهولك كام؟ 4 في 4. الماسك عبارة عن كام؟ 4 في 4. فتروح تقسم الصورة بتاعتك اللي هي دي، الصورة بتاعتك تروح تقسمها 4 في 4، يعني ال 4 في 4 دول لوحدهم تمام، وال 4 في 4 دول لوحدهم على حسب الماسك. لو الماسك ادولك 2 في 2 تقسم الصورة عندك 2 في 2، الماسك 3 في 3 تروح تقسم الصورة عندك 3 في 3. طيب بعمل ايه بقى؟ هتقوم ماسك الماسك ده وتقوم مقارنه بالصورة. يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي هتقارن الاثنين ال 4 في 4 دول بال 4 في 4 دول، هتبدأ تقارن كل بكسل باللي قدامها في الماسك. بالنسبة لل 20 دي، ال 20 هي اكبر من قيمة الماسك ولا لا؟ ال 20 مقابلها فين بالماسك؟ صفر. هي ال 20 اكبر من الصفر ولا اصغر من الصفر؟ اكبر من الصفر، فبشيلها واحط 255. طب ال 75 مين المقابل ليها؟ ال 75 هتقول المقابل ليها في الماسك 128. هي ال 75 اصغر من 128 ولا اكبر من 128؟ لا، هي اصغر من 128، فشيلها واحط زيرو. يبقى من الاخر، من الاخر لو انت لقيت قيمة البكسل اكبر من قيمة الماسك اللي قدامها هتشيلها وتحط في مكانها 255. لو لقيت ان قيمة البكسل اصغر من قيمة الماسك اللي قدامها هتشيلها وتحط صفر بس. هتلاقي ان انت عندك الصورة الجديدة عندك اتحولت لايه؟ كلها لصفر 255، صفر 255 بس وهكذا. تمام. ده كده طريقة الايه؟ الاوردر دازنج.